على إثر معلومات مؤكدة واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمدروسة مجموعة تيار، تم تفكيك شبكة إجرامية يقوم عناصرها بالمتاجرة بالكوابل النحاسية الكهربائية. بعد إعداد خطة محكمة وغلق منافذ الطرق، تم توقيف شاحنة على مستوى قرية عينقطة. بعد تفتيشها عطل على متنها بالصندوق الخلفي على كمية معتبرة من الكوابل النحاسية الكهربائية والمقدرة بأكثر من 5 قناطير كانت مموهة بصناديق بلاستيكية. هذه الكوابل النحاسية منها خاصة بالمولدات الكهربائية لخزانة التوزيع، وأخرى تستعمل في الربط بين الخزانات مع الإنارة العمومية، وكوابل نحاسية خاصة بأعمدة الإنارة العمومية، بالإضافة إلى أنابيب نحاسية خاصة بغاز المدينة. العملية مكنت من حجز كمية تفوق 5 قناطير من الكوابل النحاسية ووسيلة النقل المستعملة في الجريمة، فيما تم توقيف 2 الذين سيتم تقديمهم أمام جهات قضائية مختصة. تم تسليم المحجوزات لمديرية توزيع الغاز والكهرباء بفرندا. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.